أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الشيخ الصالح بن مهنا القسنطيني، سأتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحد أعلام الجزائر في العصر الحديث، وبكل أسف لم يلحقه ما يستحق هذا العالم إلى يوم الناس هذا، وهو الشيخ الصالح بن مهنا القسنطيني الذي توفي في سنة 1910، وتاريخ ميلاده ليس مجهولا، وإنما صاحبه أراد أن يجعله غامضا. الشيخ نفسه اختصر من عمره حوالي 14 أو 15 سنة، لا ندري ما هي الأسباب. سجل نفسه أنه من مواليد 1854، ولكن كل القرائن تدل أن هذا التاريخ ليس صحيح إطلاق، لأنه هو نفسه يقول أنه وصل إلى الزيتونة، درس مختصر خالي في الزيتونة في سنة 1860، فلا يمكن لطفل في 6 سنوات أن يجلس في حلقة جامع الزيتونة ليدرس مختصر خالي. والحقيقة عند تقدير العلماء يقدرون أن ميلاده يكون في سنة 1840 أو أقل من ذلك بشيء. هذه الفترة يا إخوان، الفترة هذه المظلمة جدا في تاريخ الجزائر، ما يسمى ما بعد حلول الاستعمار الفرنسي على في أرضنا، هذه الفترة التي تمثل النصف الثاني من القرن 19، أنتجت مجموعة من العلماء يحتار الزمن في كيف نتج هؤلاء العلماء. صالح بن مهنا، عبد القادر المجاور، حمدان اللونيسي، محمد بن خوجة، عبد الحميد بن سماية، محمد بن رحال، هؤلاء قمم، والدكتور عبد القادر الشرشالي، هؤلاء شخصيات علمية جابهت الاستعمار الفرنسي بفكرها وبقلمها وبخطبها وبكتبها وبدروسها في هذه الفترة المظلمة التي سلط فيها الاستعمار الفرنسي على الجزائر كل بوائق الظلم والقهر والقتل والتشتيت والتمسيخ والمرض والجهل إلى غير ذلك. لكن هذه الأمة الطيبة، هذه الأمة الجزائرية المكافحة، استطاعت أن تنجى مثل هؤلاء في هذا الزمن. ومنهم أذكر منهم أيضا حميدة بن بديس. نحن نسمع على الشيخ عبد الحميد بن بديس، ولكن نعرف حميدة بن بديس. حميدة بن بديس عمه لعبد الحميد بن بديس، أول من وجه رسالة احتجاج للدولة الفرنسية في سنة 1861، ويشتكي فيها للقهر أو للظلم الذي لحق بالجزائر بعد دخول فرنسا إلى أرضنا. هذه الفترة أنتجتنا هؤلاء العلماء الذين لم يرضخوا الاستعمار الفرنسي، كافحوه بلسانهم بخطبهم بتدريسهم بعلمهم وباتصالهم بالمجتمع. أذكرت لكم مجموعة منهم، حاربتهم فرنسا ولكنه لم ينحنوا، لم يتراجعوا، بقوا في جهادهم إلى آخر رمقي من حياتهم كلهم بدون استثناء. الآن الشيخ صالح بن مهنا واحد من هؤلاء. الشيخ صالح بن مهنا هو ولد في نواحي القل، ليس في قسنطينة، ولكن سمى نفسه القسنطيني، هو الذي ألحق نفسه بقسنطينة لأنه عاش في قسنطينة بعد ذلك. والشيخ صالح بن مهنا لا ندري كيف تعلم في بداية حياته، لأنه لم يقول ذلك لنا فيما كتبه، وكتب عن نفسه كثيرا وكتب عدة كتب، ولكنه لم يقل لنا كيف كانت مرحلة تعليمه الأولى، هل في قسنطينة أو في القل، لا ندري. ولكن الشيء الأكيد أنه عندما بلغ من السن حوالي 20 عاما أو أقل انتقل إلى تونس، وبعضهم يقول أن أباه هو الذي أخذه إلى تونس لجمع الزيتونة، فالتحق بالزيتونة في حوالي 1860. ومن الزيتونة ما كذا في الزيتونة سوات لا أدري كم سنة أيضا، لأنه لم يقل هو كذلك،
ولكن بالشيء الأكيد أنه تحصل إما على العالمية في جامعة الزيتونة أو على الأقل على التطويع. نحن نعرف أن الجامعة الزيتونة يمنح 3 شهادات، الأهلية والتطويع، التطويع هي ما يسمى عندنا بالبكالوريا، والعالمية التي تعادل ليسانس، شهادة ليسانس. الشيخ بن بهلة على الأقل تحصل في الزيتونة على التطوع إن لم يكن تحصل على العالمية، لأنه هو نفسه لم يصح بهذا. ومن أهم شيوخه في تونس هو الدراجي، الشيخ الدراجي، وهو من مسيلة وتعلم منه الوطنية، لأن الشيخ الدراجي غادر الجزائر من أجل لم يريد أن يقيم تحت الحكم الفرنسي، فانتقل إلى تونس. الشيخ صالح بن مهنا كان أستاذه الأكبر هو الدراجي، الشيخ الدراجي في تونس، وكان عدو للاستثمار الفرنسي عداوة لا حدود لها، وتعلم منه الشيخ صالح بن مهنا أصول وطنية على الشيخ هذا، وألف كتابا عليه كان يحب حب الجمل. ومن تونس انتقل إلى مصر الشيخ صالح بن مهنا، بين مصر وتونس مكث 27 سنة. في مصر درس على كبار علماء الأزهر أنذاك، لدرجة أنه من شيوخه 4 وصلوا تحصلوا على لقب شيخ الإسلام، و3 منهم وصلوا إلى منصب مشيخة الأزهر. فظهر أنه درس على كبار من عجد في الأزهر أنذاك، 4 وصلوا إلى مرتبة شيخ الإسلام، 3 منهم اعتلوا منصب مشيخة الأزهر. وفي سنة 87 عاد إلى الوطن، فاستقر في زاوية بوجلاب أظن هكذا تسمى، بين قسنطينة وعين البيضاء، أخذت الزاوية وأصبح يعلم شيخا في هذه الزاوية. ولكن وانتشرت شهرته، فاجتمع كبار قسنطينة وعلى رأسهم محمود البوزيدي، واحد اسمه محمود البزيدي، ومن كبار أعيان قسنطينة ومدير المدرسة العربية الفرنسية التي انشأتها فرنسا في قسنطينة، وهي تعادل المدرسة التعريبية عندنا في الجزائر كما يسميها فرانكو ميزيلمون آنذاك، ومدرس الفقه الإسلامي في هذه المدرسة. هؤلاء الأعيان ذهبوا إلى شيخ الزاوية وطلبوا منهم أن يسرح الشيخ ليتخذوه إماما في جامع الكبير لقسنطينة. فانتقل الشيخ صالح بن مهنا من الزاوية إلى جامع الكبير في قسنطينة. الشيخ بن مهنا لم يأخذ في مصر العلم فقط على علماء الأزهر، وإنما أخذ من مصر نبذة أو النقطة الأولى من الحركة الإصلاحية التي كان يقودها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده رحمهم الله، فتأثر بها تأثر كبير وأراد أن يطبقها في الجزائر. ولهذا عندما تحق بجامعة قسنطينة كشيخ كمدرس كفقيه كإمام وكواعد ومرشد، فأصبحت دروسه في جامعة قسنطينة تلفت الانتباه، وله أسلوب في التدريس للعوام اللي يسمى الوعد والإرشاد، يعتمد على العواطف، إثارة العواطف لدى المستمعين. ونحن نعرف هذا، عندما الإمام يمس العواطف نتاع المستمعين سيثيرهم، سيجعلهم يتحمسون، سيجعلهم يستجيبون لكل شيء يقوله، ويختار الألفاظ التي تحرك هذه العواطف. وأنا قلت في المقال الذي كان في المحاضرة التي ألقيتها على هذا الشيخ، أنه يذكرني بأحد شيوخنا في المعهد عبد الحميد بقسنطينة، وهو الشيخ محمد العدوي الشهيد، الشيخ محمد العدوي، وهو بين قوسين يا أستاذ مصطفى هو من المسيلة أيضا، وهو دراجي. الشيخ محمد العدوي استشهد في سنة 57 تحت التعذيب في مشفى قسنطينة، وهو أحد الأساتذة الذين أخذتهم عنهم في قسنطينة. أنا شخصيا له أسلوب خاص في مخاطبة العوام، في مخاطبة الناس في المساجد، في مخاطبة المصلين، يجعلهم يخرجون لو رميتم بهم في البحر لو أمرتم في أن يدخلوا في البحر لدخلوا. يعني هذا أسلوب لا يملكه كل الناس، أن تجنيت، أن تثير المشاعر للناس فيفعلون كل ما تريدون.
الشيخ صالح بن مهنا سلك هذا الأسلوب قبل الشيخ العادل. واستمر في هذا المسجد الشيخ صالح بن مهنا، ولكن دروسه هذا أعجبت كثيرين من الناس، ولكن أيضا بدأت تكون مجموعة ضده، وخاصة الذين كانوا في خدمة الحكومة الفرنسية أو الدولة الفرنسية أو السلطة الفرنسية آنذاك. ولما الشيخ بن مهنا وهو كثير التأليف، ألف حوالي تقريبا 70 كتاب، لما خرجت حاشيته وضع حاشية على رحلة الوتيلاني، لما خرجت حاشيته وكثرت دروسه أثار ضده كثير من الناس، ووقعت هناك معركة فكرية كبيرة جدا في الجزائر. يقول الأستاذ سعد الله: لم ترى الجزائر مثلها أبدا من قبل. أبطلها الشيخ صالح بن مهنا طبعا، والشيخ عاشور الخنقي، والشيخ عبد الرحمن الديسي، وثلاثة من المغرب، مفتي فاس، واثنان من علماء الذين ردوا على الشيخ صالح بن مهنا طبعا. وتدخلت فرنسا في الوسط، لأنه هي كلها هي المحرك الأساسي. والشيخ صالح بن مهنا بهذه الأسلوب بتاعه، بتعليمه وبأسلوبه مع العامة وبأسلوبه في محاربة الدجل والشعوذة، هو أهم شيء حاربه هو ثلاث أشياء: الأشراف المزيفون، الصوفية المغالون، الذين يسيرون يتعاون ما يسمى بالطرقية في مع الفرنسيين، أو من سمع بعض الأحيان في بعض الطرقية. هذا الكتاب أثر ضده زوبعة لم ترى الجزائر مثلها كما يقول الدكتور سعد الله، وتدخل كما قلت لكم مفتي فاس واثنان من علماء المغرب الأقصى آنذاك. وفرنسا بدأت تئن أو بدأت مناجات كما سمى الأستاذ مالك بن نبي، مناجات مهنة تزعجها. الأستاذ مالك بن نبي بين قوسين يقول في كتابه شروط النهضة: إن مناجات ضمير الشيخ صالح بن مهنا كادت أن توقظ أهل قسنطينة جميعا في سنة 1898. فإذا شخص كان بالفعل حرك الهمم، وبعث في الناس نفسا جديدا، هو وشيخ عبد القادر المجاوي. ولكن الشيخ عبد القادر المجاوي كان أقل جرأة وأقل تهجما على الاستثمار الفرنسي آنذاك. فقررت فرنسا أن تحاربه علانية. ما دفعت مع الشيخ صالح بن مهنا؟ أولا أقلته من إمامة المسجد الكبير في قسنطينة، ثم صادرت مكتبته، وهي مكتبة مهمة جدا كما يقول الدكتور عمار الطربي والذين درسوا الشيخ بن مهنا، صادرت. ثم بعثت أحد المشرقين لدراسة مكتبة الشيخ بن مهنا ليعرفوا من أين يستمد آراءه ومواقفه التي يتكلم عنها أمام الملأ. فالمشرق الذي بعثته فرنسا هو أقيل الآمن المسجد الميعاد إماما كما كان، المشرق الذي المكتبة أخذته من داره إلى المكتبة الولاية العامة، يعني الديبارتمون آنذاك في قسنطينة. هذا المشرق الذي انتدبته فرنسا لدراسة مكتبة الشيخ بن مهنا جاء بالفعل ودرس المكتبة، وجدها عادية ليس فيها ما يستغربه، فقال للحكومة الفرنسية: ردوا له مكتبته فقد ظلمتموه. فردوا له مكتبته وبقي يصارع، وعين في مسجد صغير، ثم في آخر حياته رد إلى المسجد الأكبر. وترك لنا الشيخ صالح بن مهنا ما يقرب من 70 كتابا، وترك لنا معركة فكرية. يقول الشيخ الدكتور سعد الله: لم ترى الجزائر مثلها أبدا في تاريخها. لأنه في تلك الفترة، يعني نحن نتمنى أن يكون لنا ذلك اليوم مثل ذلك. في الفترة كان العلماء يتناظرون علانية، يعني المناظرات كانت تكون في الجرائد في الصحف، يعني أمام الملأ،
وهذا اللي يخلي يجعل الناس كلها تشارك في هذه المناظرات. وباقي الشيخ صالح بن مالك يكافحه، فهو أول المصلحين في الجزائر قبل مديس، والأستاذ مالك بن نبي ذكره في 3 من كتبه، وأكد أن بن مديس لم يكن إلا نتاج لإصلاح لدعوة ابن مهنا للإصلاح. وتوفي الشيخ صالح بن مهنا سنة 1910 في قسنطينة، وبكل أسف لا ندري ما مآل مكتبته، لأنه لم يترك ولدا، فتشتتت المكتبة ووزعت وتبعثرت، ولا ندري لحد الآن ماذا وقع لها. ونرجو للشيخ صالح بن مهنا رحمة واسعة، ولجميع الشيوخ الذين كافحوا من أجل الجزائر ومن أجل الإسلام في الجزائر ومن أجل العربية في الجزائر. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.